جاستن بيبر وهيلي بولدوين لا يلتقيان بالفاشن. ما في شك إنه جاستن بيبر وهيلي بولدوين من أكثر الكوبلز يلي الصحافة والسوشيال ميديا والفانس بيضلوا متابعين أخبارهم وتحركاتهم، فالباباراتسي ملاحقتهم وين ما راحوا، وأكثر شي بينحكى عنه حالياً هو الفرق الكبير بين ستايلهم باللبس. فكونها موديل واضح جداً إنه هيلي بتهتم كثير بإطلالاتها، سواء الستريت ستايل أو الكاجوال أو الرسمي. أما جاستن فبيلبس على حسب المود. فمثلاً بآخر ظهور إلهم سوا، هيلي لبست فستان سترابلس أحمر قصير مع ماتشينج ريد هيلز وباك، أما جاستن فكان لابس سويت شورتس وهودي مع يلو كروكس وبينك هات. والواضح بهالإطلالة الغريبة شوي إنه ما كان في تنسيق بينهم أبداً، وكأنه جاستن مجبور يكون موجود هناك. مع العلم تواجدهم مع بعض كان لأن جاستن حب يدعم زوجته هيلي بما أنها أطلقت منتج جديد واللي هو من ضمن البيوتي لاين الخاص فيها. ورجع بعدين انتشر لهم صور مع بعض بأحد محلات الدونات بنيويورك لأنه منتجها inspired من الستروبري glazed donuts. وطبيعي هاللوك لقى تعليقات كثيرة من قبل الكل، وخلى الكل يتساءل إذا هن فعلاً كانوا رايحين مع بعض لنفس المكان أو إذا جاستن كان undressed وهيلي overdressed. وإذا بنرجع لكثير من صورهم فبنلاقي أنه بأغلب الأوقات ستايلهم باللبس ما في أي نوع من الهارموني، مثل هاللوك بشهر جولاي لما كانوا طالعين date night، فهيلي كانت لابسة فستان أبيض قصير مع هيلز أبيض وبلاك sunglasses، أما جاستن لابس باجي جينز مع آي تي شيرت بيضة وبيج هودي. وهون كمان ظهروا كأنهم كل واحد كان بمطعم مختلف عن الثاني. وبجانيوري طلوا بهالإطلالة مع بعض بأحد الإيفنتس، فهيلي لبست بلاك جمب سوت مع بلت عريض إلو تشانكي جولد إكسسوريز، بس جاستن لبس بينتد جينز مع أوفرسايز هودي وفير كوت وبينك بيني. وصحيح إنه بهالليلة ستايل كل واحد فيهم كان فاشنبل، بس ما في أي نوع من المونوتون بينهم. ونفس الجينز سبق وشفناه على جاستن قبل، وهالمرة نسقوا مع غري هودي وتي شيرت بيضة ووايت سليبرز على سمايلي فيس. أما هيلي فكانت معتمدة فورمال لوك أكثر، فلبست أوفرسايز سترايبت غري سوت وبالكي بلاك شوز. وإذا بنرجع شوي لورا بالوقت بندقق بصورهم بالمناسبات، بنلاحظ إنه قبل كانوا يطلوا بأوتفيتس قريبة لبعض من حيث الستايل، خاصة لما كانت هيلي ترافق جاستن بحفلاته. أما بالمناسبات الرسمية وعلى الريد كاربت بالجراميز أو أورد سيزنز فبيكون في تنسيق باللبس.